هل سيدخل فيروس الجدري القرود القاتل المغرب بعد وصوله إلى الحدود؟ خبير يجيب: وصل فيروس جدري القرود إلى حدود المملكة المغربية، تحديدا بالجارة الشمالية إسبانيا، التي سجلت العشرات من الإصابات الأربعاء 18 مايو الجاري. ويأتي انتشار هذا المرض النادر في الوقت الذي أعادت فيه المملكتان المغربية والإسبانية فتح حدودهما البرية بعد إغلاق دام سنتين بسبب تفشي الجائحة والأزمة الدبلوماسية بين الجانبين. وأعلنت إسبانيا والبرتغال أنهما سجلتا أكثر من 40 إصابة مؤكدة أو يشبه في أنها مرض جدري القرود، وهو مرض نادر في أوروبا. كما أعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد لوحدها اكتشاف 23 إصابة يشبه في أنها جدري القرود، وهو مرض متوطن في غرب إفريقيا. وأورد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمدي أنه ليس هنالك ما يدعو للقلق في المغرب بخصوص انتشار جدري القرود في أوروبا، مبرزا أن الإنذارات والتحذيرات هي فقط من أجل الحذر والتتبع ومواكبة تطور هذا الفيروس.